صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة يا جماعة انا جايبكم ايه حديقة الحيوان اللي هنا ايه في خاركوف، في مدينة خاركوف. ده الاتوبيس اللي احنا كنا راكبينه. على فكرة الاتوبيس ده مجاني والحديقة مجاني برضه، يعني الناس اللي هم ايه يعني في الدول العربية الجميلة اللي هم ايه الهوا شوية شوية هيحاسبوك عليه. يعني فيلدم اكو بارك او فيلدمان، فيلدمان اكو بارك، زو بارك او زو بارك. معلش ايه الانجليزي عندي واقع، تعليم ايه الجامعات اللي انتوا عارفينه ايه تعبان. يعني فيلدمان اكو بارك. عصام بقى حبيبي وصاحبي هو اخصائي الانجليزي فيصحح لي ايه الكلام اللي انا بقوله دون. وده طبعا شيء زي ما انتم شايفين يا جماعه المنظر حاجه بمنتهى الجمال، وهنخش جوه ان شاء الله باذن الله وخليكم معانا ان شاء الله. وده الاتوبيس يا جماعه والله مجانا والحديقه كمان مجان. يعني شوفوا الاتوبيسات عماله بتجيب ناس وكده، ده على مدار ايه الاسبوع. يعني انا سالت قال لي ايه ده باستمرار يعني بسطيانا. يعني ماشي، خليكم معايا يا جماعه وهنكمل جوه الحديقه ونخش، وربنا ايه يكرمنا ان شاء الله، ويبقى يوم سعيد ان شاء الله علينا وعليكم النهارده. انا بصراحه يا جماعه اول مره اجي هنا حقيقي، وايه ومش عارف ايه الموضوع يعني. ولكن بصوا السمك، الناس اللي هي السمكة لونها برتقاني اهي. صعب طبعا ان احنا ايه نخش نصور من جوه، لكن ايه احاول ان انا اقرب لكم. بصوا الجمال يا جماعه، يعني ما شاء الله بصراحه الناس اللي هي بتتكلم تقول لك اوكرانيا دي بلد تعبانه. فعلا بلد تعبانه والله، تعبانه من كذبكم وقرفكم يعني حقيقي. بصوا يا جماعه السمك اهو، شايفين السمك اهو. مش عارف بقى انتوا ايه كده هتشوفوا ولا ايه، ولا نكبر ولا ايه. اهو السمك اهو يا جماعه بيتحرك اهو زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله الوان اصفر وسمك ضخم اهو، حاجه اخر جمال يعني. دي اول حاجه في الحديقه احنا ايه بنقابلها. انا حقيقه اول مره اجي هنا وانا فعلا جاهل بالايه بالمكان ده. فالناس اللي عايشه هنا في خاركوف يا ريت يجيبوا اولادهم، متجوزين وعندهم اولاد يا ريت يجيبوا ايه اولادهم ويجوا ايه يتبسطوا هنا في الحديقه، حديقه الحيوان. وربنا يكرمكم ان شاء الله. هنا تقريبا السمك اللي هو الصغير يعني. تقريبا هنا الاسماك الصغيره، هنا الاسماك اللي هي ايه الصغيره حاطينها ايه عاملين لها الحوض ده لوحده، مش عارف بقى تبان اهي. اسماك صغيره اهي، شايفينها يا جماعه اللي ماشيه دي اهو، دي الاحجام الصغيره. لكن هناك الاحجام الاب والام غالبا يعني، او زي ما انتم شايفين السمك. خليكم بقى معايا بقى وهناخد جوله جوله ونشوف ايه الحديقه دي نستكشفها يعني. طبعا ايه الزهور والاشجار والخضره يا جماعه في كل مكان صراحه. يعني انا ايه الحديقه على فكره كبيره جدا كبيره جدا، انا لسه سائل دلوقتي قالوا لي كبيره ضخمه. فايه هاخدكم كده مقطع مقطع وحته حته يعني كده لحد ما ايه نشوف الدنيا. ده اول حاجه بقى يا جماعه معانا، ده نمر ابيض غريب الشكل، مش عارف تقريبا يعني وجبه الغداء بتاعته دلوقتي جايه وهو ايه عمال رايح جاي، معرفش عنده قلق كده معرفش ليه. النمر حتى لونه غريب قوي.
زي ما انتوا شايفين ده اول حاجة ايه بنقابلها في الحديقة. النهاردة هتخرجوا كأنكم فسحتوا اطفالكم وديتوهم حديقة الحيوان في اوكرانيا. خليكم معايا ويا ريت اولادكم كمان تتفرج، يعني سواء ان كنت حضرتك راجل او ست وعندك اولاد او عندك اولاد، ان شاء الله باذن الله ايه مع بعض يعني. طبعا ده الاسد يا جماعه برضو هنا ايه في نفس الحديقه، وهو نايم فوق الشجره، ولا عاملين له مصطبه ونايم وايه وما شاء الله عليه ونعسان وايه الاثنين هما اثنين. ده الزوج والزوجة يعني، والاثنين ايه مدين ظهرهم لبعض واخر تمام يعني ومنتخين. ماشي خليكم معايا يا جماعة، ولسه ايه هنكمل برضو ايه يعني، مش عارف بقى العصافير هتعجبكم هنا في تقريبا قسم العصافير، ولكن ايه خلينا ايه نتفرج ونشوف الدنيا ايه هنا الظروف فيها ايه. كل ده ببلاش والله العظيم، ما دفعنا تعريفة وجابونا من سنتر المدينة من وسط المدينة لحد هنا في الاتوبيس على بدين من غير فلوس ومن غير اي حاجة. طبعا الجو حر يا جماعة، اكيد الحيوانات ايه قاعدة في بيوتها يعني، اكيد يعني هنا لو انا محبوس الواحد محبوس الحبسة المهببة دي اكيد طبعا هيصدق يلاقي حتة ضلة ولا حاجة ويتخبى فيها يعني. دي طبعا بحيره تاني برضه يا جماعه وسمك اهو. طبعا مش عاوز اقول لكم الخضره والزرع والمش عارف ايه. بصوا يا جماعه مش عارف السمك باين بقى ولا لا اهو، والله الشمس قويه جدا، انا نفسي ما شايف، يا رب انتوا تكونوا شايفين، ولكن انا متهيألي اهو السمك اهو عايم اهو على وش الميه اهو اهو، لما طبعا عايم اهو متهيألي كده انت هتشوف ان شاء الله. لا كده تمام، احنا ماشيين زي الفل تمام التمام يعني. طبعا وز اهو قام باكل ايه اول ما السمك ده بيبيض ولا بتاع اكيد بيخلص عليه يعني. ده يا جماعه بغبغان سبحان الله، يعني احجام غريبه الشكل، عارف بقى انتوا شايفين، انا نفسي مش شايف صراحه يعني. انا بس حابب ان انا ايه افرجكم على الحاجات الموجوده يعني، زي ما انتوا شايفين كده اخوانا دي برضو بغبغانات تانية يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده، مش عارف بقى شايفين ولا لا، يعني حاجات اهي يعني ايه يعني نحاول نصور لكم ايه الحديقه. ويا ريت يا جماعه الناس اللي عايشه هنا تيجي تجيب اولادهم ويصوروا ويتفسحوا ويتبسطوا. ده البغبغان اهو يا جماعه بتشعل على الشجره اهو، الوان بقى بيضة ومش عارف ايه وبتاع. ماشي بصوا الحديقه يا جماعه عامله ازاي، حديقه ضخمه جدا 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 يعني، محتاج ان انت تقعد ساعات تقعد تلف وتشوف وقد ايه الناس دول بجد يعني انا بحترمهم جدا 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 صراحه يعني. خليكم برضو معايا. بصوا بقى يا جماعه ده من ورا الازاز يعني عاملين ضجه، وايه ده ده احنا اللي بنتصور على فكره. والله لا ده صعب جدا من ورا الازاز دي. انا مش شايف الحقيقه، انت كده انت عاوز ايه؟ عاوز تدخل نفسك؟ لا مش هتشوفه اصلا ده يا ابن اللذينة. لا 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 والله يا ابن الفقريه. الازاز مغيم جدا يا جماعه، مش هتشوف اي حاجه. ده بيت الغوريلا
اهو مش عارف بتلعب، انتوا شايفينها بقى ولا لا؟ طبعا هم حاجزين عنهم اي حاجه لان دول ايه خطرين جدا يعني. بصوا بقى يا جماعه بقى النمره دي، انا ايه يعني ايه قدرا كده الخنازير يعني دي ايه، معرفش ايه الخنازير دي، زي ما انتوا شايفين كده قرف. الناس اللي ما شافتش خنازير شوفوا عيالهم قد ايه، اهم قاعدين نايمين اهم، شايفين اهو، بصوا منظره عامل ازاي، بصوا منظره عامل ازاي، بصوا يا جماعه عايز بالله. الغريب بقى ان حاطين الخنازير مع الايه مع الغنم، يعني بص الحاجه اللي تضحك خنازير ومعاهم ايه اهو، بصوا يا جماعه ها والله العظيم اهو، بص الخروف جاي اهو جاي يبان هيموت او جاي للناس هنا، يعني حاجه غريبه جدا ايه خنازير ومعاهم ايه معيز ولا خرفانه، وبعدين عارفين اهو بص واخدين على الناس وبيجي ياكلوا اكيد وهم. يلا غور انت يا ابن اللذينة، تعالوا انتوا اهم بياكلوا من ايد البنت اهي، والتاني ده طبعا ده بقى بصوا ده بياكل اي حاجه، اي حاجه بياكلها، اي زباله بياكلها، ده بياكل فضلات يعني. الناس اهي بتاكل اهي في الحديقه. بصوا بقى اطفال الخنزير اربعه اهم، ده كتار يا جماعه، ده في كمان نايم اهو اهو هناك اهو، والله ده في ده كتار قوي صغيرين يعني، ده في حاجات تانية هناك اهي، انا عاوز اصور لكم اللي ايه الحاجات دي. خليكم معانا يا جماعة، دينا بنتسلى وبن ايه وبنخرجكم، بنخرج اولادكم وبنعرفكم الحياة والجديد هنا ايه، اي حاجة جديدة دايما ايه ان شاء الله بإذن الله ايه هعملها لكم يعني. والله انا النهاردة ايه يعني قلت ايه، قلت كده ايه بعد فلوج امبارح الجميل اللي انا عملته، قلت ايه اكمل بقى ايه اعمل اخرجكم بقى من الجو ده، وانا عشان في ناس طبعا ملهاش ذنب في الايه في الهاريه دي. بصوا ده الخنزير طبعا مش عايز اقول لكم ريحته عامله ازاي بقى القرف، الواحد يعني ده ديك رومي في الجنينه والله لوحده اهو. بصوا يا جماعه اهو ديك رومي هي عايشه كده مع نفسها، معرفش ولا سايبينهم اهو، والله ما فيش بيني وبينهم اي حاجه. هنا يا جماعه الطيور ديك رومي اهو، وفي ديك رومي هناك اهو بياكلهم اهو اهو، مفيش اي حاجه ولا صور ولا بتاع، هم عايشين هنا كده وتقريبا بيلمون بقى في العشه اخر الليل يعني. في اتنين تاني هم عايشين قاعدين هناك اهو، مش عارف جايين في الكاميرا ولا لا، بس ايه اهو تقريبا بيوضبوا البيت بتاعهم فسايبينهم ايه في الطل يعني. ماشي تعالوا بقى ايه فرقوا على القرف، يعني سبحان الله عاملين حاطين معيز معاهم ايه معاهم خنازير، حاجات المضحك تضحك يعني. بصوا منظره عامل ازاي، مش عارف القرف ده ايه، طبعا معيزه اهي ووزه يعني اكيد بي عشان بيوضبوا، خنزير صغير هناك اهو قاعد بياكل اهو، مش عارف مش باين ابن اللذينة، انا مش عارف هو راح فين اصلا، تصدق مش طالعين في مش طالع في الكاميرا، لا لا هناك اهو هناك اهو هناك اهو شايفينه قاعد بياكل في الزباله طبعا بتاعت ايه الحاجات دي. بص والمعزه مش عاجبها والله، بتضرب بتضرب الخنزير اهو، تعالي الوزه دي تنقرك كمان، خليها تهبدك تقول شكله مقرف. مش عاوز اطول بقى في المناظر ده يا جماعه، يعني ايه كفايه قوي كده. هنا طبعا بالنسبه لهم اخواننا الموضوع بسيط خالص، بص دول صغيرين بقى، لان اصلا الخنزير يعني بيولد لحد ايه 14 بتاع دون، شوف متجمعين جنب بعض ازاي من الخوف، بص خايفين اهو، وامهم باينه هي ماشيه وهي دي عيالها، بص كام واحد بقى، ادي اتنين دول اربعة واتنين ستة سبعة، سبعة بس اللي ظاهرين هنا، وفي ايه استخبوا تحت البتاع ده زي الفيران يعني،
والناس اهي عادي جوه عندهم عادي وبتاع. طبعا انا مش عاوز اخش، مش قضيتي يعني ومش موضوع يعني، احنا بس بنفرج الناس. دي حديقه يا جماعه، تعتبر حديقه مفتوحه. انا كده فهمت، دي حديقه مفتوحه للناس كلها يعني. وحتى بص والله ولا اقفال ولا اي حاجه، هو ترباس اهو، حاطين حمام بتاع ده، مش حمام ده صقر جوه، هو اللي نسر معرفش، انا مفهمش فيهم قوي اهو. ماشي يعني، ممكن تفتح كده اهو عادي اهو، تفتح عليهم اهو اهو، شفتوا انا فتحت اهو الباب اهو، ولا حارس واقف ولا حد بيزعق لك ولا حد ايه، او زي ما انتم شايفين. بص بيهاجم، بيهجم من الخوف طبعا لان مش متعود اهو. نسر اهو جوه برضو، نسر هنا اهو، بقى بيطير كده من الخوف يعني اهو، عشان هو مش متعود. في ديك بيجي يدنا اهو يعني. دي هي دي حديقه مفتوحه يعني. انا اللي كان اول مره اجي صراحه هنا، عشان ما ابقاش ايه بكذب عليكم والله، يعني اول مره اجي هنا الحديقه دي. اهو طاووس اهو يا جماعه، اهو اهو طاووس اهو، ما فيش بيني وبينه ما فيش اي حاجه اهو عادي. لا هم غالبا عشان بيوضبوا، بصوا يا جماعه على التوضيب، هم بيوضبوا وفي ناس بتشتغل اهي، فهم تقريبا حاطين كل الحاجات دي مع بعض، واكيد طبعا هيفصلوها من بعض يعني. ده خنزير طبعا، مش عارف يعني حابين قوي موضوع الخنازير ده بطريقه غريبه قوي. وبط معاه اهي نفس القفص، طبعا القفص كبيره، والناس بتخش عادي اهي، بياكلوهم معيزه اهي، وكله بياكلوا اهو زي ما انتم شايفين. والله يا جماعه انا وبطه اهي واولادها اهي. يعني الغرض من الفيديو ان انا ايه، ان الاولاد حتى الصغيرين في البيت يتفرجوا، يا ريت يتفرجوا على الفلوج دون. ولو سالوا ايه دون، بيقولوا له ده حاجات احنا ما بنحبهاش، ما تكذبوش عليهم يعني، او قولوا لهم ده الخنزير اللي ايه اللي ربنا ايه حرمه على المسلمين يعني، عشان يبقوا عارفينه من غير ما نكذب على الاطفال يعني، لان انا ما بحبش الكذب ايه على الطفل ولا الكبير ولا اي حد. بص الخنزير عامل ازاي اهو يا جماعه، منظره ريحته غوري عن ابو شكلك. بص وما بيبطلش، ما بيفصلش اكل يعني، طول ما هو قاعد بص باكل من الارض، اي حاجه بيلاقيها بياكلها، لو فضلاته بياكلها. والله بص الناس كتير قوي على فكره، الولده هنا طبعا اكيد طبعا، دي عائلات بالنسبة لهم هنا أكلة. وأهي أم أهي ومعاها أطفال أهي، وبعدين بص أهو بيرضع، أهو بيرضع من أمه أهي أهو. بص عامل إزاي، بص بطنه مكرشة إزاي من أي حاجة بياكلها، بص عمال بياكل من الأرض أهو، ما بيبطلش أكل يا جماعة، ما بيبطلش، ما بيفصلش بقه، ما بيفصلش. تعالوا 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 بص تعالوا، ده أنتوا يومكوا عسل النهاردة معايا. او الناس بقى داخل بتخش جوه معاهم، انا معرفش بيخش. هنا الحارس اهو بيفتح لهم الباب من هنا اهو، بيخشوا. معيز طبعا هم ما يعرفوش، في ناس كتير قوي ما تعرفش، ما تتعاملش مع المعيز ولا الكلام ده كله، ناس محترمه. الراجل بيوسع ايه عشان ما يضايقكش يعني، شرم كده قوي يعني. تعالوا بقى ايه الجمل ايه ابو صنمين ده، اللي هو بيعيش في افريقيا بيعيش في مصر عندنا يعني، معاه خروف. هو فعلا كده فعلا هم حاطين ايه الحاجة اللي هي ايه مع بعض، اللي هي حاجات مش هتأذي بعض يعني. الخروف ده غريب، بص وشه عامل ازاي، ده الجمل ابو صنمين يا جماعة. انا عاوز اوريكم البتوعة بتاعته طبعا، دي اهو يا جماعه اللي بياكل. طبعا انا مش عاوز ايه اطلعه من الاكل بتاعه. هم فعلا بيوضبوا في الحديقه
كده صح، لان هم حاطين الحاجات كلها مع بعض. يعني حاجه صعبه قوي ان تحط تلاقي فراخ على مش عارف ايه، على حمام. ده حمام يا جماعه، بصوا حمام غريب الشكل يا جماعه، غريب. انا اول مره اشوف الحمام ده بالشكل ده. بصوا حمام تاني اهو، انا ما اعرفش انواع، انا ما بفهمش في موضوع الحمام ده في كاتش غيات. يعني حمام لونه غريب او جميل، بني على ابيض وبتاع. حاجه تحت ما اعرفش فيه بتاع ايه، شايفينها البتاع الغريبه دي؟ دي طبعا مش تبعهم، فاكيد هم حاطين ايه، لان هم بقى هوريكم بيوضبوا وهم ناقلين الحيوانات مع بعض دي. بصوا هنا بيوضبوا المكان ده، اكيد ده ايه كان حاجه، فبداوا ينقلوا ايه زي ما انتم شايفين اهو، بداوا ينقلوا ايه الحاجات مع بعضها عشان ما ايه تقريبا ما لحد ما يخلصوا يعني. تعالوا بقى ايه، النعامه اللي بتدفن ايه راسها في الرمل، معرفش دي اشاعه ولا حد يقول لي، ولكن ايه دي مقوله الواحد ايه عارفها عن الموضوع ده من زمان. دي النعامه يا جماعه بتاكل اهي، بتشرب ميه اهو اهي. دي النعامه يا جماعه، في نعامه تانيه يا جماعه اهي. دول اتنين تقريبا، ذكر وزوج وزوجه يعني. يعني طبعا مش عاوز اقول لكم بقى المنظر هنا اهم. هم كده فعلا بيوضبوا يا جماعه، لان كل الحاجات دي اهي زي ما انتم شايفين. ده المفروض تواليت يا جماعه. والله يعني برضو بيحاولوا هنا. على فكره لو حبيت تخش تواليت، ما فيش حاجه اسمها زي عندنا في مصر تخش اي حمام عمومي ولا اوتيل ولا بتنجان، لا. هنا عشان تخش تواليت لازم تدفع ايه فلوس، يعني كل حاجه هنا بالفلوس صراحه. يعني الواحد برضو ايه لازم يقول ايه اللي ليه واللي عليه، يعني بيهتموا ولكن بياخدوا ايه حقوقهم كامله يعني. لنقفل دي حاجه تاني برضو، نوع من انواع المعيز والحاجات الجبليه اللي انتوا عارفينها دي. انا بصراحه الحاجات دي انا اول مره اشوفه، غزلان مع بعض ولا في بقره ولا ايه، في شكلها غريبة او بدقن وبتاع، لونها ابيض وليها قرون غريبة. ده في ده بقر. كرمكم الله يا جماعة، هناك اهو بقر. طبعا اكيد ده مستوردين، لان الحاجات دي ما بتعيش هنا في ايه في اوكرانيا. بس انا شفت ناس معاهم عندهم يعني الحاجات دي حقيقي، يعني شفت ناس عندهم في الريف عندهم ايه بقر، بيمشوا بيه في الغابه وبتاع ويأكلوه كده. ده حاجه تانية برضو يا جماعه، على فكره هم بيوضبوا في الحديقه كتير جدا. ده غزال اهو ومعيز، يعني دي غزاله اهي مديانه ظهرها البني دي، وده خروف جنبها، خروف ضخم قوي تمام. ودي معيز، نوع من انواع المعيز، ولا دي اصلا مش عارف في غزلان دي ولا ايه، تالي معيز معرفش والله. يعني اهو ايه احنا بن ايه اي حاجة بنفرح الولاد بيها. طبعا انا يعني انت ممكن تخش، ولكن انا ايه مش حابب بصراحة عشان ايه اكيد طبعا مش نظيفة جوه، فخلينا من بره كده. ده ديك يا جماعة ماشي في الشارع لوحده اهو، هو زي ما بقول لكم كده هم بيضربوا الحديقة اهو. وده الجمل ابو صنمينا يا اخوانا، طبعا اهو كمان نوع من انواع المعيز تاني اهو، الخرفان. معرفش انا اول مره اشوفها صراحه، شكلها غريب جدا. بصوا الشعر عامل زي الارنب،
معرفش دي بتعيش ايه، دي ايه، دي عبارة عن ايه يعني؟ بصوا الارنب، بصوا يا جماعة وشه عامل ازاي، خروف اهو، في خرفان دي ودانها كبيرة جدا ووشها غريب بجد يعني، عامل يدي على الارنب. اهو بصوا خرفان مش زي الخرفان اللي عندنا خالص، ودانها بص عاملة ازاي، وشها غريب يعني. خليكم معانا، خليكم اه، تعال انت يا عمر، تعال تعال تعال. وحمار اهو، مش عارف ولا حصان ده ولا ايه، الناس اللي بتعرف الحاجات دي انا حقيقي ما اعرفش يعني. لونه غريب كمان، بني في ابيض، هو خايف بقى مش عاوز يجي. ودي بقى بتاعت ايمي، هدية من الايمي اللي بتحبها. ادي عم عصام، ايمي هي بقى هديتها مكبرة، هي اللي بتموت فيها. انا ملاحظ الحكايه دي وجات ايه بالصدفه، على فكره ضخمه جدا يا جماعه والله يعني. بصوا انا ايدي فين، ايدي مش طايله يعني، انا طويل طبعا، مش طايله طبعا اخرها خالص. دي هديه ايمي، خلاص عصام دي هديه ايمي، متنساش وعد الجمال يا عم. ده طائر اللقلق يا جماعه، ده طويل قوي برضو، حاطين معاه فراخ وحاجات كده، بس هم غالبا كده ايه، عشان طبعا زي ما قلت لكم بيوضبوا، هم فعلا بيوضبوا زي ما انتم سامعين اهو، في واحد هناك اهو بي طبعا الهديه بتاعت ايمي كندر، دي الايمي بنت عصام، ربنا يبارك فيها ويسترها ويصلح حاله ان شاء الله باذن الله. بص الفراخ بتجري ورا بعض اهي، فراخ شكلها غريب جدا، انواع غريبه جدا من الفراخ. لنا بقى نشوف الدببه دي بقى، يعني انا ايه كل ما بمشي حته بلاقي حاجه بصوا ده دي نوع من الدببه، انا ما اعرفش بصراحه، انا اول مره اشوف الحاجات دي بجد يعني. في مصر ما فيش، مش عارف فيه ولا في، الواحد بقى له يعني ده دي الدببة يا جماعة، بحاول اخدكم كده ايه سنة سنة وحتة حتة، مش عارف هنا في حاجة ولا مفيش، اكيد في بس انا مش شايف صراحة. دوما ده هنا، ده في البيت بتاعه اكيد، لان مش مفيش حاجة ظاهرة، بس قفص كبير قوي في حوض ميه بس. في دول، دب البني ده، شايف يا جماعه عاملين عامل ازاي، طبعا هم شكلهم وفي جوه اهو واحد تاني اهو. يا جماعه واقف على حاله، ده برضه واحد ثالث، هما ثلاثة بين أربعة عايشين هنا. إيه يعني إحنا زي الفل يعني. ده برضه يا جماعة فراخ نوع غريب أوي، الديك عامل إزاي وعارف عامل إزاي، ومعاهم عصافير يعني ايه، او كده خلاص احنا كده طلعت الرؤيه ان احنا جينا في وقت ايه هم بيوضبوا فيه. ايه ده بقى ده، الحق الفراخ دي بقى، تعالوا اتفرجوا على الفراخ دي، الفراخ الغريبه دي، بصوا يا جماعه الفراخ عامله ازاي. فراخ غريبه جدا يعني، الواحد ياما يشوف صراحه، انا اول مره اشوف الحاجات دي حقيقي يعني، مش هكذب عليكم، اقول لكم ان انا شفت الكلام ده قبل كده ولا
فراخ غريبة الشكل، مش عارف انتوا شايفينها ولا لأ. ده طاووس ومعاه حاجة تانية، يعني طاووس ومعاه واضح طبعا ان هما ايه فاصلين الطيور والحيوانات، بس ايه وحاطين حاجات اللي هي المستأنسة اللي هي ما بتهاجمش بعض، عارفين الحاجات دي بتعمل مشاكل لما بتعيش مع بعض. ده ما اعرفش ايه ده، النسناس ده ولا ايه، انا برضه اول مره اشوفه ديل طويل ده مخطط. شفت نط اهو، دي عيله برضه قاعده مع بعض اهي، ديلهم طويل قوي ومخطط اهو، بس شكلها غريب مش زي النسناس اللي بنشوفه في مصر يعني. يعني اكيد برضو الحاجات دي بتعيش في دول احنا مش عارفين عنها حاجة يعني. ماشي يا جماعة، بصراحة يا جماعة الحديقة عشان بيوضبوا فيها، بس والله مش عاوز اقول لكم المنظر عامل ازاي، والاشجار والشجر والزهور بصراحة في كل مكان، في فاصة هناك اهي، الحديقة كبيرة جدا. انا عمال الف يا جماعة والله العظيم. في حاجات هنا اهي تقريبا نمر ده ولا اسد، خلينا ايه يعني زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، هم بيوضبوا وزي ما قلت لكم يعني بيقعدوا فتره بعد الشتاء يوضبوا فتره طويله جدا. وفي القفص ده في حاجه، بس ايه لازم ايه ده ربنا يسعد اوقاتكم يا جماعه. والله ده اسد اهي، الناس بقى اللي ايه عندهم اطفال. احنا رحنا لقينا الاسد ومراته ايه كانوا نايمين، ولا الاسد ومراته. ده اسد اهو يا جماعه، واسد قاعد تحت الشجره دي اللبؤه، انا ما بفهمش فيهم صراحه، ما ربيتهمش قبل كده. انا ربيت نمور ما ربيتش سود يعني. مش عارف هنا مفيش حاجة مهجورة، حديقة هنا مهجورة. تعالوا بقى، دي القرود اللي عندنا زي عندنا في مصر، كما احنا عندنا قرود كتير، احلى حاجة اللي عندنا القرود. يا جماعة طبعا ايه عارفين القرود دي، فمش هنطول عند القرود عشان ايه الحكاية مش ناقصة قرود يعني. في حاجة هنا في الناحية التانية دي، شفت حاجة كده قفص، مش عاوز اقول لكم المنظر عامل ازاي طبعا يعني. والله يا جماعة واحد بيشوف الحاجات دي بيزعل على بلده يعني. والله هنا في حاجة، بس طبعا فاص طبعا انتوا شايفين في المراية. في حاجة، في نمرة اهو، حاجة اهو النمرة اهو يا جماعة، عاوزين اوريه لكم بالمرة، انا عديت عليه ما خدتش بالي منه. ده منه شبه الزرع، فالواحد ايه ما خدش باله اهو. ده الاسد الجبلي بقى عمال بينهج تقريبا، جعان مستني اللي هو تعالى تعالى خد، زي ما بنعمل في مصر احنا نيجي على الاقفاص ونقعد نعكس الحيوانات لحد ما الاسد يهجم علينا. هو كده طالما رايح جاي كده يبقى جعان جدا، ده مستني الاكل بتاعه. طبعا هيذبحوا له خنزير من اللي احنا شفناهم دول، شوف صار فيه وفي اللي جابوه. تعالوا نشوف القفص ده بالمرة، حديقة كبيرة جدا 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 فوق ما تتصوروا، غابة يعني، هي تعتبر غابة وبعيدة جدا عن المدينة، لدرجة ان هم عاملين اتوبيسات مجانية بتجيبك لحد الحديقة يعني، ما بيكلفوكش حتى مواصلات يعني. ده نسناس جوه اهو، مش عارف شايفينه ولا لا، خليك قاعد مع نفسك يا عم، وادي قرود تاني، ناقصة قرود اصلا.
بس عادي نشوفهم برضو يمكن ايه قرود جديدة غير اللي عندنا يعني. крови нет, слава богу. Крови нет. Все, спасибо. Отсовор у нас еще модель Омш. Аху. А ты лом туфаха, аху. Забыт лом шот фаваки, умоз и бтаа. Мафиш... Чаэр фи муз да ли? Мом лом атан лом туфах, агдар. А ла, ум атан лом муз би ишу, аху, аллах, агдар бар. حكم القرود بتحب الموز والتفاح مش عارف ده اللي هناك ده ايه قفص كبير برضو بيقول لك ممنوع التدخين وممنوع اللاسلكي والكاميرا والفيديو ربنا يستر بقى عشان كده ايه في تحذيرات اهي للكاميرا ده توالت يا جماعه ده توالت رجال وحريم مش عارف مجاني برضو ولا شكله مجاني صوره مجاني لان سبق انا قلت لكم قبل كده ده قرد تاني اهو يا معلم صباح الفل نور اوكرانيا يا برنس بص تعالى تعالى انت تفتح بق امك ليه تعالى يالا تعال طبعا مش واخد هو على الكلام ده الشغل ده المصري يعني حكم احنا ايه عندنا خبره كبيره قوي في ايه ترويض القرود حبايبي والله بضحك معاكم صراحه يعني دي غزلان ممكن تكون غزلان دي غزلان دي دي صح بصوا ده برضو ايه غزلان خايفة اهي واقفة اهي بتتفرج عليا اهي ولا سابتني ومشيت ده هي بس بطنها مليانة باين حامل ولا ايه كريستينا حامل مشي الناس جاية هنا بتحاول ان هي تتبسط يعني دي شجرة يا جماعة انا بصراحة اتأخرت جدا يا جماعة وايه ولازم اروح البيت حقيقي بجد تعبت كمان من اللف يا رب اكون ايه قدمت لكم حاجة كويسة النهاردة وربنا يسعدكم ان شاء الله بإذن الله وانا اخوكم خالد هريدي وحبيت بس ايه افرج الناس ايه على الحاجات الحلوه اللي هنا دي بحط الاسماك ماشي يا جماعه يا رب كده اكون يا رب تكونوا شايفين السمك جا بقى هنا برضو الحاله دي هاي يا رب كده تكون حاجة ايه ساعدتكم يعني صباحكم ورد وعسل واشوفكم بلوك جديد معلش والله العظيم انا لازم امشي دلوقتي لاني فعلا تعبان جدا وعاوز اكل وانا اكلت شوكولاتات ومش عارف ايه وبتاع بس الحاجات دي ايه بصراحة ما بتشبعش وما بتظبطش معاك انت عاوز تقعد تلغوص وايه وتغمس وبتاع يا رب يكون الفلوج بتاع امبارح عجبكم ويا رب فلوج النهارده ايه يكون عجبكم والناس ايه اللي عندهم اطفال سواء ستات او رجاله عندي هنا في القناه يا رب يكونوا اتفرجوا على البتاعه دي والله الحديقه كبيره ضخمه جدا بس انا مش هقدر ايه الف ده كله حقيقي لان ايه لازم اروح وبحاول ان انا ايه اعمل لكم اي حاجه ايه بتبسطكم يا رب ايه اللي انا بعمله ده يكون ايه بسطكم وصباحكم ورد وعسل اشوفكم في فلوج جديد بحبكم والسلام عليكم.